منين نقولك عطاني الرقم عطاني ليا صافي خويا نقولك عطاني النمر عطاني النمر جبت بدائي تنقول هذه هاك المترا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء من قلب الهراويين. معنا السيد هذا سميته عمر غنسميوه با عمر كيعيش معاناة زعما كون شفتوها قلبكم غيضركم. ما عنده لا زوجة ما عمرو تزوج ما عندوش وليدات الأب والأم ديالو توفاو هو عنده 70 سنة. هاد البيت اللي تيسكن فيه كانوا عطاوه ليه المحسنين ودابا قال لينا بلي ما عنده ما يطيب غير الناس كيجيبوا ليه ما ياكل الا ما جابوش ليه راه ما عندوش عشا ليله. مرحبا بك با عمر اليوم عاود لينا شنو المعاناه اللي كتعيش. هادشي اللي قسم الله ما عندي ما ندير. عاود لينا كيفاش وليتي فحال هكا علاش ما تزوجتيش شنو المعاناه اللي ماتوا الوالدين كانوا متصرين على الوالدين ما ناكلو نشربو مدينا فوالا. كنتي خدام؟ كنت خدام مع موالينا عواد وقرج عباد ايوا هادشي اللي قسم الله. ملي ماتوا الوالدين؟ ماتوا الوالدين بقيت انا قرج على تا جينا لهنا لهنا. قرب ميكرو الهراويين جنان الهراويين المحسنين اللي تعاونوا معنا الله يجزيهم بخير هما اللي شراو لي هاد البرارقة. ملي مات والديك فين مشيتي؟ مشيت من كراج علا جيت لهنا ما بقيت في كراج علا شي 3 سنين ولا 4 سنين مورا الوالدين عاد بين جيت لهنا لهاد البراوية. شافوك المحسنين شراو لك هاد البراكة؟ المحسنين هما لي الله يجازيهم بخير هما لي شراو لي هاد البراكة. ما عندي تا شي واحد إلا الله واحد ديري خويا ولا مزوج تا شي واحد ما كيتصل بك من العائلة الخوت الخواتات؟ والو تا واحد كاينين؟ لا ماتو خواتاتي جوجات ماتو. باقيين عندك شي خوت؟ عندي خو واحد تيجي بعد الخطرة تا هو على جوج الوليدات ومقاور هادشي اللي قسم الله. شنو بغيتي تقول للناس اللي كيشوفوك دابا المحسنين اللي كانوا كيشوفوك؟ نقول تا شي واحد نقول الله سبحانه وتعالى نقدر نقول تا شي واحد شي حاجة. كيجيو يدقوا عليك الناس كيجيبوا لك الماكلة؟ كيجي عندي واحد الراجل حاجة تيجيب كسكسو ولا تيجيب مرقة بعد الخطرات صافي. كاين بعض المرات؟ بعض المرات تاكل مسمن الخبيز صافي الله يجعل وراه. كاين بعض المرات اللي كتكون جالس بلا ماكلة واقيلا بوحدي جالس بوحدي ما كندق على حتى شي واحد وما كنمشي عند حتى واحد. لا حنين لا حين إلا الله سبحانه وتعالى. شنو تبغي تقول اليوم المحسنين اللي كيشوفوك؟ مثلا عندي ما نقول لهم. شنو بغيتي تقول لهم شي رسالة توصل لهم باش يقدروا يعاونوك؟ غنقول لهم اختي ما نقدرش نقول شي واحد شي حاجة نعيش باش ما عطا الله. مشاهدين قناة شوف تي في كيما كتشوفوا معنا با عمر اليوم كيعيش واحد المأساة خليكم تشوفوا معنا. كيعيش واحد الحياة صعيبة زعما لا ما جاوش واحد السيد كيقول بلي كيجيب ليه كسكسو ولا ما جابوش ليه وما جابوش ليه الماكله ما كتلقى ما تاكل.
هنا غنخليو الرقم ديالك اليوم اللي كانوا شي محسنين كيشوفوا يشوفوا هذا البث المباشر يقدروا يعاونوك ان شاء الله. كنتمناو ان شاء الله. الله يعطيك. صفر 46 40 98. شحال في الاخر؟ 86. هاد الرقم راه ماشي ديال السيد، ما عندوش تليفون، ديال واحد السيد قد ولدو جارو طوع باش لا تصلوا فيه الناس بغاو يعاونوا ولا شي حاجه تقدر تواصل معاهم ان شاء الله. كنتمناو من الناس المحسنين من القلوب الرحيمه يحسوا بهذا الرجل، راه كيعيش واحد الحياه راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو تبغي تقول الرساله الاخيره با عمر اليوم؟ عندي اذا بنت لما جاوبتك الناس ما تاكلش تقدر تجلس بلا ماكله. والو. قرب الميكروفون باك. قرب اخي نطلب، ما كنطلبش. ما كتطلبش تبقى جالس، كيجيو يدقوا عليك الناس. اللي طيب شي حاجه كيجي عاود. ما جابش هذاك الناس. وكتجلس بالجوع. الدنيا هذه ما ندير غير هذا. الحمد لله. ولفتي دابا فحال هكا. قانع الحمد لله. الحمد لله قانع كاينه. كنتمناو من المحسنين اللي شافوا هذا البث المباشر يعاونوا هذا السيد، راه محتاج المساعده. الرقم ديالو هو 046 40 98 86. مشاهدينا الكرام، وصلنا لاخر البث مباشر، نلقاكم في بث مباشر جديد الى اللقاء.